سريعا إلى برازيليا، أخباري وين وين المغاربية. علم موقع وين وين من مصادره الخاصة أن قائمة المنتخب التونسي الجديدة ستشهد عودة العديد من الأسماء الغائبة عن كأس أمم إفريقيا الأخيرة، يتقدمهم حنبع على المجبري وديلان برون وعصام الجبالي، بالإضافة للمدافع محمد دراجر. وفي خبر آخر، أسفرت قرعة دور أبطال إفريقيا عن مواجهة مرتقبة ستجمع بين الترجي الرياضي التونسي وأسيك ميموزا الإيفواري. وفي قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، فقد أسفرت عن قمة مغاربية تجمع بين أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربية، بينما يلتقي حامل اللقب نادي اتحاد العاصمة الجزائري فريق ريفرز يونايتد النيجيري. فتح مدرب المنتخب الجزائري الجديد فلاديمير بيتكوفيتش الأبواب أمام نجومي الدوري الجزائري المحلي للانضمام مجددا لصفوف محاربي الصحراء في الفترة القادمة، وأبرزهم ياسين تطراوي نجم نادي بارادو، خصوصا بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها بأنه سيتابع الجميع ويمنح الفرصة لمن يستحق. قررت الحكومة المغربية تفعيل اللجان المكلفة بمكافحة الشغب في الملاعب الرياضية، وذلك في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدها الدوري المغربي. تعرض الدولي المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لهجوم حاد من وسائل الإعلام الفرنسية، حيث أرجعت سبب انهيار مستواه إلى خروج المنتخب المغربي المخيب للأمال من كأس أمم أفريقيا الأخيرة. بهذا متابعينا نصل إلى الختام، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.